السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهاردة قواري بالكوسة باللحمة المفرومة، حلوة جدا جدا وطعمها خطير جدا جدا زي ما انتوا شايفين، شكلها تحفة ما شاء الله. تعالوا يلا ندخل على طول على المقادير وطريقة التحضير. اول حاجة معايا، انا معايا زي ما انتوا شايفين كده الكوسة، انا جايبة كيلو كوسة، طبعا انا جايبها كبيرة شوية عشان اقطعها نصين، ومعايا ربع كيلو لحمه مفرومه، معايا جزرية مبشوره وفلفل مقطع، وكمان معايا بصلايه مفرومه ومعلقتين صلصه، والتوابل عباره عن بابريكا، كمون، فلفل اسود، توابل لحمه، وكمان كزبره ناشفه وملح، كل حاجه من دي نص معلقه. تمام، اول حاجه هنعملها مع بعض اللحمه المفرومه، هنعصجها الاول. تمام، انا بحب احط عليها الجزر والفلفل مع البصل علشان بتبقى طعمها حلو جدا، بتدوها طعم حلو وريحتها بتبقى جميله، وكمان بنزود القيمه الغذائيه. تمام، انا مع حطيت على النار 3 معالق زيت كبار، عليهم بقى البصلايه، ويدوب بس هدبلها، انا مش عايزه احمرها. تمام، هبدا بقى احط الفلفل انا مقطعاه مكعبات صغيرة خالص، وبعد كده بقى بعد ما ياخد تشويحة مع البصل الفلفل، هبدأ بقى ان انا احط الجزر، دي جزراية مبشورة، ممكن برضو تقطعيها قطع صغيرة خالص او تفرميها في الكبة. كل ما هضيف حاجة لازم اسيبها تتشوح كده مع البصل والفلفل. هبدأ احط التوابل، انا بحب احط التوابل على البصل، بيدي ريحه حلوه جدا. تمام كده، بعد ما كله كده يدبل مع بعضه، هبدا احط اللحمه المفرومه اللي انا مجهزاها، ممكن جدا تزودي الكميه عن كده لو انت حابه تعملي كميه اكبر من دي معايا 250 جرام لحمه او ربع كيلو، على قد الصينية اللي انا هعملها، اخدها تشويحة مع الخضار برضو زي ما انتوا شايفين كده، وتحسي ان لونها اتغير. قبل بقى ما اغطي عليها واسيبها تستوي، زي ما انتوا شايفين الخضار نزل ميته، هبدأ احط معلقتين الصلصة، بيدي لون حلو او برضو للحمة، وهغطيها واسيبها بقى تستوي على ما اجهز الكوسة. الكوسة طبعا انا مقشراها وغسلاها، هبدأ بقى أقورها بس بطريقة مختلفة هتشوفوها دلوقتي. أنا هقسم الكوسة 2، ممكن لو انت حابة تجيب كوسة أصغر من دي، بس ياريت تكون أدخن شوية لو هتجيبيها صغيرة علشان تعرفي تقوريها من جوة. هبدأ أجيب معلقة صغيرة معايا، وهشيل بس القلب اللي جوة ده، بيتشال معايا بكل سهولة خالص. تمام كده، زي ما انتوا شايفين ده بيبقى شكلها. هعمل كمان واحدة معاكم، زي ما قلت لكم هي طريقتها سهلة خالص. طبعا هخلص كل الكمية اللي موجودة معايا دي، وهرجع لكم تاني علشان ما اطولش عليكم الفيديو. وبكده خلاص انا خلصت كل الكوسة وعملتها زي ما وريتكم في الاول. هبدأ بقى اجيب صينية، اي صينية موجودة عندك، انا جبت الصينية دي، وطبعا اللي شلته من الكوسة مش هرميه، هسيبه كده في ارضية الصينية، بس طبعا اكون متبلاه بلحم بملح وفلفل اسود. دلوقتي انا برضو هرش رشة زيت خفيفة، لان انا هدخل الصينية دي الفرن بس يدوب 10 دقايق علشان تساعد على تسوية الكوسة. زي ما احنا عارفين الكوسة مش بتاخد مننا اي تسوية خالص، وبتاخدش وقت في التسوية، بالعكس هي بتستوي بسرعة خالص. فانا هديلها رشة زيت بسيطة، وارش عليها رشة ملح ورشة فلفل اسود،
طبعا اكون مولعة الفرن ومسخناه، وهبدأ احط الصينية كده، هتقعد 10 دقايق بس على ما اللحمة تستوي، وهخرجها وهنشوف هنكمل باقي الوصفة مع بعض ازاي. على ما بقى الكوسة تستوي هبدأ اعمل صوص البشاميل. انا معايا معلقتين سمنة او زبدة، ومعايا كمان معلقتين كبار من الدقيق وكوباية لبن. احط السمنة على النار، اول ما تبدأ تسيح معايا كده هبدأ احط الدقيق وبرضو البشاميل حسب الكمية اللي انت هتعمليها. انا عشان هعمل كمية الصينية الصغيرة دي، فانا هعمل صوص البشاميل الكمية البسيطة دي. خلاص اول ما السمنة تبدأ تسيح معايا كده هبدأ احط الدقيق وهقلبه كويس جدا، وهنسيبه شوية كده في السمنة. لما تحس ان هو بيدي الغليان ده هنحط بقى على طول اللبن، وهتفضلي تقلبي فيه كده باستمرار، ما تسيبهوش علشان ما يعملش تكتلات ويبقى كريمي معاكي كده وحلو. دلوقتي هبدأ ان انا اتبله، هحط نص معلقة صغيرة ملح، وكمان هحط فلفل اسود، لو في فلفل ابيض موجود يبقى احسن. ممكن تزودي كمان مرق الدجاج لو موجودة عندك، بتديله طعم حلو برضو. وبكده يبقى خلاص صوص البشاميل خلص معايا. خلاص بقى انا خرجت الصينية من الفرن، يعني تحسي ان الكوسة دبلت شوية كده، اخدت نص سوا. هبدأ بقى ان انا اجيب معايا اللحمة وهحشيها كلها بالشكل الجميل ده. طبعا هم سموها قوارب الكوسة علشان هي فعلا شكل القوارب، شكل اللحمة تحفة. طبعا بالاضافات اللي احنا حطيناها، الجزر والفلفل، بيدوها طعم وريحة ولون حلو جدا. ودلوقتي انا خلصت الكمية اللي موجودة معايا. انا كنت مجهزة معلقة صلصة كبيرة عليها نص كوباية مية دافية، وهأتبلها بملح وفلفل وابدأ ان انا احطها على قوارب الكوسة، بتدي لون كمان، بتدي طعم حلو جدا، وبتستوي فيهم كمان الكوسة. وطبعا مش كده بس، احنا هنبدأ بقى نجيب الصوص البشاميل اللي احنا عملناه، حلو قوي قوي. انا عايزة الصوص يكون كريمي وكمان يكون خفيف، مش عايزاه يكون تقيل. هبدأ احط كده معلقة على كل واحدة، والكوسة زي ما احنا شفنا هي اخدت بس نص سوا، وكمان معايا اللحمة مستوية، هي هتدخل الفرن مش هتاخد وقت طويل. عندك بقى شوية جبنة، اي نوع جبنة موجودة عندك، ممكن تستكفي بس كده بالبشاميل وخلاص. وانا هزود بس شوية جبنة على وشها، بتديلها لون حلو برضو قوي. طبعا الفرن بيكون سخن، وهبدأ ان انا ادخلها، مش هتقعد معايا وقت طويل، هتقعد معايا بس نص ساعة لما كله يتشمع كده مع بعضه كده وكله يشرب من بعضه. وبتدي طبعا ريحة وطعم، وكمان البشاميل اللي بيديها لون حلو قوي هو والجبنة. تمام كده هغطيها بصينية بورق فويل وتدخليها الفرن، وهتطلع معاكي باللون التحفة ده. قبل ما يعني بعد ما بتستوي بتشيلي بس الورق وتديها لون تحت الشواية، بيبقى لونها تحفة كده زي ما انت شايفة، وكله مستوي وطعمها خطير جدا. الجبنة مديها لون حلو كمان، والبشاميل شفتوا شكلها عامل ازاي، يجنن، طعمها تحفة بصراحة. اتمنى تجربوا الطريقة دي، هتعجبكم جدا. بس لو جربتوها بقى وعجبتكم، ياريت ما تنسونيش بقى في اللايك وكمان الشير، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم اي فيديو جديد بنزله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.